واد اللوكوس شريان حياة ساكنة القصر الكبير أضحى اليوم يعاني من أخطار بيئية، فمخلفات الأنشطة الصناعية تصب في الوادي مباشرة بدون معالجة. خلال إنجاز الروبورتاج أثار انتباهنا وجود سائل أبيض بكثافة وسط الوادي. بعد البحث تبين أن مصدر السائل ناتج عن وحدة صناعية لإنتاج الحليب ومشتقاته. مدير الوحدة والتي لا تتوفر على آليات معالجة النفايات السائلة أكد لنا أن السائل عبارة عن حليب خالص ولا يشكل باعتقاده أي خطر على البيئة. ديك الكريم ملي كنجيو نخدموها نباستوريزو ونخرجو منها الزبدة كتعطينا تقريبا نصف النص أو أكثر، إما يعطينا 5 طن ديال الزبدة و 5 طن ديال الحليب اللي كيتنتج من ديك العصار ديالها ديال الزبدة. هذاك كيمشي للواد، يعني أنه حليب عادي ما فيه حتى شي حاجة شي مادة مضرة. من جهتها الجمعية المهتمة بالبيئة تدق ناقوس الخطر لكون المواد التي تصب بالوادي تشكل خطرا على الكائنات الحية. الحليب كمادة عضوية ويحتوي على مواد عضوية، إذا كيف ستكون أو ستؤثر أو ستتعامل هذه الكائنات الحية الموجودة بهذا الواد هذا مع هذه المادة الغريبة عليهم، لأنهم ما كيرضعوش هذه الكائنات هذه الحية، ما كيرضعوش هما الحليب. الأخطر من هذا أن جل الأراضي الفلاحية المجاورة تسقى من مياه وادي اللوكوس، وليست النفايات وحدها التي تهدد الوادي بل المياه العادمة والمطرح العمومي للنفايات. تأثر أولا على الفرشة المائية، ثانيا كتأثر على الصحة ديال الساكنة لأن فيه رائحة كريهة وأنه قرب من السكان، ثانيا كيأثر على النباتات اللي هي مزروعة حداه، لأنه بعض الفلاحين كيسقوا من هذا الماء. رئيس المجلس البلدي لا ينكر وجود مياه سامة تهدد المنظومة البيئية لوادي اللوكوس، وأن المجلس البلدي يعمل على إنشاء محطة للمياه العادمة. نتمنى هذه المحطة المعالجة هي اللي غتحيد هذا المشكل، وكذلك واد الحر ديال السكينة حتى هو باقي كيعاود الواد الآن، وعندنا مشكل ديال معمل الاحذيه حتى هو كيهود داك الشيء ديال المسائل ديالو تما احيانا حتى هما كيعالجوا، ولكن داك الشيء غير كافي. وفي انتظار ايجاد حلول ناجعه للمشكل يبقى وادي اللوكوس عرضه لمخاطر تدهور المنظومه البيئيه الناجمه عن بعض الانشطه الصناعيه والمياه العادمه.